السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به جمعا تحبه وترضاه، آمين. سورة الجمعة، تمام؟ يلا نبدأ نقول بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم عافينا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين نسأل الله من فضله ربنا هب لنا من فضلك ورحمتك وزدنا ولا تنقصنا برحمة منك وفضل منك هذا الفضل العظيم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سهلة 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 حلوة ميسرة ما فيها هالصعوبة يلا يسبح لله ما في السماوات كل مرقق وما في الأرض وما في الأرض ضي ضي حتى لو الضاد مكسورة بدك تجيبيها ضي من هنا الكسرة وما في الأرض الملك القدوس دوس العزيز الحكيم تحقيق الكسر تحقيق الكسرة في كلمة الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم واضح؟ طيب بعدين هو الذي بعث في الأميين انتبهي لكلمة الأميين في يا هنا مكتوبة زي اليا اللي هون هاي اللي هنا اللي بعد قبلها ها هذه بتكون صلة صغرى أما هنا لا هنا يا بدل ما يكتب لك يا راح كتب لك إياها من فوق وهيك كتبت عند الرسول عليه الصلاة والسلام هذه يا مثل هاي تمام الأميين فهذه يا وهذه يا واضح عشان في واحدة مرة سألتني لما تيجي الياء موجودة فها لا مش كل ياء مكتوبة بالشكل هذا يعني معناته حتى لو كتبت هنا حتى لو كتبت هنا وما فيش قبلها ها تمام في آيات مكتوبة بالشكل هذا فملهاش دعوة بالصلة الصغرى هاي مادية وهذه يا عادية عادية تمام رسولا ما النون ما بجيبهاش أبدا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم هنا الميم حركت ميم جمع حركت بالضم منعا لالتقاء الساكنين ويعلمهم أصلها ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل سمعين الغنة الغنة والنون والكاف غنة النون والكاف غير النون والقاف هذا إخفاء وهذا إخفاء ولكن هنا النون والقاف مفخمة تمام النون والكاف مرققة وإن كا من قا وضحت طيب طبعا الباء من قبل
من قبل لفي لا مش ده ضلال مبين، والنون في الآخر لا تشد عليه، مبين لا مبين، إن في إلها زمن بسيط. وآخرين الهمزة دائما مرققة، ما فيش همزة في القرآن دائما تمام. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم تمام. وهو العزيز الحكيم، سهلة، هو وليس وهو، زهقتوني قسما بالله العظيم. وهو يا عمي وهو، ما فيش وهو، الهاء مضمومة، ليش بتقولي وه؟ مدام قلتي وه يعني معناته هذه ساكنة، وهنا انت شايفاها ايش؟ شايفاها ايش؟ مضمومة، فقولي وهو تمام. ذلك ايه؟ فضل، فضل، اسحب الضاد الى الداخل، فضل وسط اللسان للداخل، فضل لله. هنا اللام تنتبهي لها، ترققيها، اعكف لسانك، لسه تو شرحتها مع سورة النساء. فضل الله يؤتيه من يشاء، الهمزة يشاء وقفا، يشاء بس من غير ابدا في القرآن، لا تريحي من صدرك، التريحة من الصدر ومن الحنجرة بتطلع لي صوت مع الحرف، ممكن تجيبي قلقلة، نفس، ممكن تجيبي صوت حرف جديد معاه. في ناس بوقفوا لي على همزة مع ها، وهذا خطأ، منهم بيقلقلوا لي اياها، هذا خطأ، بس اكتمي صوتها وخدي نفس من انفك بتطلع معك صحيح. من يشاء، ليش هي بتكتم، بتقطع يعني، ايش بدي اقول لك، تقفل مخرج الهمزة قفلا شديدا، لانها هي شديدة ومجهورة، كله قفل قفل، فالناس على طول بريحوا من وين؟ من نفس المنطقة اللي صار فيها القفل، وبالتالي بيطلع معاها الأصوات الثانية. لا، ما يشاء، غلط، كل هذه الأصوات غلط، ما يشاء، تمام؟ والله، الواو مرققة، الها مرققة، إلا مات مفخمة. ذو، وليس ذو، 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 طرف لساني وارمي برا، ذو وليس ذو، ذو، ايش قلنا؟ ذو، ذو الفضل، ذو الفضل العظيم، العظيم، انتبهوا. التوراة، التوراة، راتا، التوراة، تمام؟ كمثل الحمار، كمثل الحمار، وليس حمار، الحمار، دائما الميم مرققة في القرآن، يحمل أسفارا، أسفا برضو وليس فا، أسفا، لا أسفارا، أسفارا، رم، بئس، تمام. فتنتبه الله يرضى عليكم، إحنا اللهجة تختلف عن قراءة القرآن باللغة الفصيحة. بئس، 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 لا خطأ، بئس، واضح، قطع نفس، قطع هوى، قطع صوت في الهمزة الساكن. مثل القوم
الذين قوم الذين كذبوا بآيات الله. كلها سهل سهل سهل. عندك القوم القوم ما وليس القوم القوم الظالمين، بس الظا والألف فخميها. إن كنتم، الرجوع للساكن في إن، إن نون وكاف، كنتم كله على وضع الساكن، عند غنة النون مع الكاف، النون مع التاء على الساكن، الميم مع الساكن، بعدين صو صادي طرف لسانك طرف الطرف صادي ديقينا ولا يتمنونه. الغنة الغنة. طيب بما قد 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 الدال الأولى. والله عليم بالظالمين. خلاص كل واضح يا رب رحمتك يا الله. الصبر نودية للصلاة. اللام الثانية اللي بعد اللام المكسورة للص، هاي لام مدغمة بالصاد، للصلاة هي أصلها، للصلاة هذه لام التعريف للتعريف. فهنا لا شمسية، لام الشمسية، لام شمسية، فاللام الشمسية دخلت مع الصاد للص الصلاة للص للشمس للتعريف للتعريف، بس جاي قبلها ايش؟ لام مكسورة، فصار عندنا لام مكسورة، بعدين اللام الثانية ما بقولش للصلاة بقول للص. اللام هنا لام ادغمت بالصاد، تمام؟ فصار عندي صاد مشددة للصلاة. طيب من يوم الجمعة، الجمعة ضمي ضمي كويس، الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذا وذا لا مش وذا وذا ذا وذروا وذروا البيع ذلكم خير خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا إيش؟ قضيت الصلاة، قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، في الأرض، الراء في الأرض، في الأرض، وابتغوا الغين مفخمة من فضل واذكروا الذال رخاوة الذال واذكروا الله كثيرا 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 لعلكم وليس كم تفلحون. طيب وإذا رأوا تجارة أو لهوان فضوا. انتبهوا هنا وينها؟ أو لهوان تنوين نون، صح؟ نون ساكنة هنا وهنا نون ساكنة، ايش صار؟
وعاملين لك اياها متساويه يعني اظهار. تمام. طيب اظهار ايش صار هنا؟ ايوه جاوبوا جاوبوا. هان صار عندي التقاء ساكنين لهواني. فانت تخيلي انه هنا في نون وتحتها كسره والفضيها على هالاساس، حركت نون التنوين بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. او لهواني انفضوا، او لهواني انفضوا. تمام. وترى وتا وتا وترى، وتقول تا تا وترى وتا، لا وتا من طرف لسانك، التا والدال من طرف لسانك. أيوة. وترى ركوك، وترى كوك، كوك كوك وليس كوك، كو كو في فرق. قائمة قو. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، برضو تجا وليس تجا، تجارة. والله خير الرازقين، يعني اسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ورضوان منك أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.